لو كنت مكان علي لفعلت شيء نفسه. قوة الجيش تقاس بقوة أضعف جندي فيه. السلام عليكم يا باسم. وعليكم السلام يا أحمد. كيف كانت رحلتك؟ أنا أبو جعفر. صحيح، المعذرة. هناك مشكلة؟ ليس بعد، لكننا اكتشفنا أن عليان كان يعقد اتفاقاً مع نور لنقل المؤن إلى المتمردين مقابل مساعدته. صحيح أن التنظيم شوكة في حلق علي، لكن عينه على الخلافة، سيريد منا احترام اتفاقنا معه. ماذا لديك من أخبار؟ هدفنا يدعى الغول، وهو يستغل السجناء والعمال في الحفر حول بغداد. أسروا علياً وبعض رجاله وميزوهم بالعلامات، حررتهم بمساعدة بيشي، لكنهم نقلوا علياً لاستجوابه. أراني أحد المتمردين علامته. إذا كانت قائمة المسجونين هذه صحيحة، فقد أرسلوا علي إلى سجن باب الشام. أين المتمردون الآن؟ عند طاحونة مائية في الطرف الشمالي. سألتقي بهم لأرى ما يمكنني معرفته أكثر عن هذا الاتفاق. أعثر على علي. إن سجن باب الشام أشد سجون بغداد حراسة، وأكد لك أن هذا الأمر لن يكون هيناً أبداً. سأبدأ الاستطلاع، نلتقي عند بوابة السجن الأمامية. أتنتظر وهلة قبل الانطلاق؟ لدي أفكار نريد أن أشاركها معك. كل أذان مصغية. أولاً، ابتكرت لوحة بالمعلومات التي أمدنا بها جواسيسنا في المدينة، اطلع عليها في وقت فراغك. ثانياً، هذه الأراضي غنية بالموارد التي يمكنها تحسين أسلحتك. اذهب إلى الحداد في الجوار، سيساعدك. وأخيراً، سأساعدك أنا في تحسين أي أداء. أحضر المواد اللازمة وسترى الإتقان. قدمي هناك. حسنا، سأكون
يبدو أن السيدة عريب تدون 10 أغاني جديدة كل يوم. لا عجب في أنه يتم التساهل مع تجاوزاتها رغم تضاعف أعدائي. ما كان يجب أبدا أن أتورط مع الصفقات المذهلة هكذا وحسب؟ لما التسوق في مكان آخر؟ الصفقة الوحيدة التي تحتاجون إليها هي التي ستعقدونها معي. تعالوا. لا أشك أبدا يا صديق. لا يمكنني تقديم المزيد إلا إذا كانت المصابيح. ما هذا إذا؟ أتخلص منه سرعان ما سيجرونني إلى المطبخ. سلام يا ديدي. لا يمركزوننا لحماية التجار مقابل بعض الخبر. جميل أن تشعر بأنك مفيد ونحن مفيدون هنا بحسب ما أعتقد. محمد الأصغر لديه أعداء كثيرون وحلفاء. ما الذي يحدث؟ إذا كنت قد سمعت من ذلك،
ماذا يحدث الآن؟ أظن أن نبيلاً سيفوز بالمصارعة مجدداً هذا العام. رأيت من كبي أرى. أكره هذه المناوبة. أرجو من الله أن يحدث أي شيء. قطة على شجرة. ذلك عرض لا خير تقريبا. وقعت فريسة للذهب في الشارع. من هاجم المتفردين؟ بل كان أنا. لقد كان مشغولا بالتفوق على نفسه. أيها الناس، في ظل مزاعم فساد بعض القضاة الأخيرة، جميع المسافرين والتجار أن يتوقعوا تأخيرا كبيرا. أحتاج إلى مساعدتك. ومن أبرز الفنانين المشاركين طلاب الشاعرة عريب المأمونية، يدعوكم الخليفة للاستمتاع بموهبة ألمع نجوم بغداد الصاعدة. أيها الناس، يود المحتسب تذكير جميع التجار بضرورة إبقاء الأوعية ومحتوياتها مغطاة للحماية من الذباب والحشرات. تعرفون أنفسكم، لا تدعوا الأوبئة تلوث سلعكم وتفسد بضاعتكم. أنت الشاعر سفيه اللسان؟ تملكني الغضب. من كان يعلم أن الكلمات قد تعرضك للخطر؟ إن جرح كبرياء رجل قوي من أخطر الأمور. دلني على الطريق وسأحميك من سخطه. أنصتوا يا من ستسافرون. يحذركم صاحب الشرطة أن الطرق خارج بغداد تعج بالمجرمين. خاطروا بالذهاب إلى هناك على مسؤولياتكم. العوائق أمامنا،
والدمار في إثرنا. سيمهد إيماننا الطريق لنا مع بعض المجهود البدني بالتأكيد. المسار خال. ذلك قريبي هناك، إنه يكتم أمر وجوده، لكنني أخشى أن يلقى حتفه لذلك. سأخلصه من ذلك التعارض. أنقذني يا الله، النجدة، النجدة هنا. كان أولئك المرتزقة سيقضون علي بكل تأكيد. سمعت كل هذا من قبل. هلا ساعدتني. أيها الحثالة، قاتل أيها الدودة. جبان. ساعدوني في هذا. لن أخبر. صحيح أيها الزميل. لقد زال الخطر الآن. أترى أولئك المرتزقة الترك؟ أرسلوا لمطاردتي بالتأكيد. لا يبدون كتلاميذ شاعر بكل تأكيد. سأتولى أمرهم. لست مهتما، اذهب. سأعلمك خدعة كتفي القتالية. لطالما انطلت عليهم وأنقذ الظهر لمرات لا تحصى. هكذا قتلت صاحب حرس خرمدين عام 23. كلب جبان.
إنه يفر. أنت معي. فتشوا في كل مكان. الطريق آمن. سيلقاني بعض الأصدقاء هنا. بارك الله فيك، سأكتب قصيدة مديح لك. الشعر يطيب لأذني كالموسيقى، لسيما حين يكون عني. إذن لابد أن تنال موسيقاك الخاصة وتخلد بسالتك في الذاكرة طويلا بعدما يفنى كل منا من هذه الحياة الدنيا.